راحت الكرة الكاباناس كنت سأرفع الراية، لذلك خليت اللعب يتواصل ما دام أنه لوتشو هو اللي استقبل الكرة. خطيرة جدا. هدف ثاني غير منتظر لصالح منتخب البرازيل عن طريق نيمار في الدقيقة الخامسة من انطلاقة الشوط الثاني. بالكيفية غريبة غريبة الكيفية، خلل فادح واضح في وسط دفاع منتخب الباراغواي. شوف 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 كم كانت رائعة التمريرة الرائعة جدا من فيليبي ميلو. الكرة بالحظ تقريبا رجعت له المهاجم نيمار بعد مررها بصدره، رجعت له مرة ثانية وسجل هدفا ثانيا. روبينيو خلاها تدخل. هدف ثاني لمنتخب البرازيل مباشرة مع انطلاقة الشوط الثاني. هذا الهدف يقلب موازين اللقاء، أو راح يكون ضربة قاضية بالنسبة لمنتخب الباراغواي لأنه